لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. السلام عليكم. البداية من مقال الكاتب عبد السلام الطائي في مجلة الجاردينيا بعنوان نوايا سياسة التفقير في العراق، إحصاء قراءة إحصائية. يقول الكاتب: لعله من الطبيعي أن تزداد حجم الجرائم حينما يكون لها سند فقهي، فتوى تعطل القانون، طالما الخاص يقيد العام. وحري بنا التطرق إلى مخرج سياسة التفقير العمدية لبعض مكونات المجتمع، ناهيكم عن ارتفاع معدلات الجريمة في العراق من جهة، ومن جهة أخرى أدت إلى ظهور أنماط جرمية لم يألفها شعب العراق منذ تأسيس دولة العراق في عام 1921 حتى مرحلة النكبة 2003 في العراق الجديد، مثل تجارة الدم والبدن والاتجار بالأعضاء البشرية، المخدرات، الاختلاس الحكومي، التسول، الرشاوة، الإلحاد، الانحلال المعياري الذي تسبب بشيوع المثلية. إنما يحصل في عراق النكبة منذ 2003 بسبب هيمنة الجهل على العقل في السياسة والدين والحكم لا يمكن لعاقل أن يصنفه علميا إلا في خانة مهزلة العقل البشري، قياسا بحال شعوب الأمم الأخرى التي لا تمتلك إرث وموارد العراق الثقافية والحضارية والاقتصادية. كل ذلك جرى وما زال يحصل نتيجة لسياسة المحصصة والتمايز الديني والمذهبي والعرقي وتعطيل القوانين بالإفتاء السياسي، ما نجم عن ذلك من انحلال معياري وانهيار الأمن الاجتماعي والاقتصادي. فالفقر لا يحصل في بلد غني كالعراق إلا عندما يكون ولاة الأمر فيه وكأنهم من غير أهله في العراق، نظرا لكونهم مسيرين وليسوا مخيرين. حين ذاك ذهبت وستذهب أموال العراق للميليشيات بسوريا ولبنان واليمن وإفريقيا وإيران، علاوة على إسكان وإطعام الزوار الإيرانيين وهم بالملايين خلال الزيارات. يحصل الفقر في العراق حينما يسرق ويهرب النفط لإيران وسوريا. نقرأ تقريرا عن مستشفيات بغداد بعنوان نفاد أدوية وأجهزة عاطلة وأطباء يتسربون أثناء الدوام، نشره موقع ألترا عراق، حيث يقول التقرير: رصدت هيئة النزاهة الاتحادية عدم التزام بعض الملاكات الطبية والصحية بالدوام في عدد من المستشفيات، فضلا عن أعطال في أجهزة إنعاش القلب ومجمدات مصرف الدم. قالت النزاهة إن مستشفى ابن الهيثم المستشفى الوحيد المتخصص في العيون أصبح قديما ولا يتمكن من تقديم الخدمات لجميع المرضى. شخصت النزاهة صغر حجم المذاخر وعطل أجهزة التبريد أو عدم توفرها في كثير من الأحيان، الأمر الذي ينتج عنه سوء تخزين الأدوية وبالتالي تلفها وحرمان المرضى المحتاجين منها. وتحدث التقرير عن فقدان جهاز ماموغرام حديث في إحدى المؤسسات الصحية، مشيرا إلى أهمية الاهتمام بنظافة الأجهزة الطبية وعربات الضماد والأدوات الجراحية في غرف التمريض، والإسراع بإجراءات استهلاك الأجهزة الطبية الخارجة عن الخدمة التي لا توجد جدوى اقتصادية من صيانتها. ولفت التقرير كذلك إلى أهمية وضع آلية لتنظيم عمل الأطباء الاختصاص ومتابعة حضورهم في المستشفيات والحد من ظاهرة التسرب أثناء الدوام الرسمي أو عدم الحضور في الحالات الطارئة أو الخفارات. وشخصت النزاهة العديد من الحالات السلبية في مستشفيات معينة، منها عدم الدقة والتطابق في أعداد المراجعين في سجلات مراجعي الاستشارية والمرضى المحالين على الردهات وصرف العلاج، وعدم وجود جرد سنوي لبطاقات المحاسبة المجانية، إضافة إلى وجود شيكات موقوفة تعود للأعوام 2020-2022 وحك وشطب في سجلات المجموعة الدفترية وأعطال في أجهزة إنعاش القلب ومجمدات مصرف الدم وعدم تفعيل جهاز السونار في إحدى المستشفيات ضمن صالات الولادة. إلى صحيفة الميثاق الوطني ونقرأ مقالا بعنوان المصارف الخاصة تحايل على العقوبات وتضرر للعراق، للكاتب عمر الخليفة، حيث يقول: لم يعد يخفى على أحد أن نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي هي أكبر أبواب الفساد المشرعة في العراق، التي تحتكرها مجموعة من الدكاكين المصرفية الخاصة
التي أبدعت بوسائل الاستحواذ على الدولار ومن ثم تهريبه إلى الخارج بطرق احتيالية جديدة في ظل التجديد الأمريكي ومراقبة عمل هذه الدكاكين التي تمتلك تقادماً مع مجموعة من الدول، بعضها فرضت عليها عقوبات أمريكية فيما استغلت هذه الدول المعاقبة الدكاكين لاستمرار إمدادها بالدولار بطرق احتيالية متجددة لم تكن معهودة من قبل. إن عملية تحايل المصارف الخاصة على العقوبات الأمريكية اعتبرته الخزانة الأمريكية تحدياً لها، وهو ما دفع بإرسال السيدة إليزابيث روزنبرغ مساعد وزيرة الخزانة التي وبخت العلاق السوداني على حد سواء بعدما قدمت ما يثبت استمرار عملية تحايل على العقوبات وتهريب الدولار إلى إيران. ونكث البنك المركزي وحكومة الإطار بالوعود بمنع التهريب، وصرح السوداني بقوله إن المصارف الأهلية تأخذ الدولار وتضارب به في السوق الموازي السوق السوداء. هو اعتراف حكومي بتحايل هذه المصارف التي توفر الدولار لتهريبه إلى إيران، وهو ما يدفع الأمريكان الآن التفكير جديا بقرارات صارمة ستتصاعد حتى منتصف 2024 لتحجم جميع المصارف الخاصة وإدخال مصارف جديدة دولية معتمدة هي من تتولى إدارة عملية الاعتمادات والحوالات وتهميش كافة الدكاكين المصرفية الخاصة في العراق. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للصحفية روزينا علي قالت فيه: عندما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب بعد أيام من الهجوم الذي نفذته، فإنه أخبر جمهورا من الإسرائيليين بأن هذا لم يكن مجرد 11 من أيلول سبتمبر في إسرائيل، بل كان يعادل 11 من أيلول سبتمبر مضاعفا 15 مرة. أضافت الصحيفة في المقال: في الأسبوع الأول من الحرب أسقطت إسرائيل من القنابل على غزة أكثر مما أسقطته الولايات المتحدة على أفغانستان خلال عام واحد. لقد تصاعدت أعداد الضحايا المدنيين في غزة بشكل كبير. وفي الضفة الغربية فإن الصور الأخيرة للفلسطينيين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم وسط مزاعم بأنهم يتعرضون لمحاولة الاعتداء الجنسي على أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين تذكرنا بأبو غريب. في الولايات المتحدة يبدو الأمر كما لو أن البلاد قد أعادت عقارب الساعة إلى الوراء عقدين من الزمن. وأشارت الصحيفة إلى أنها تحدثت مع محامين ومجموعات مجتمعية ومنظمات مناصرة عملت بشكل وثيق مع المسلمين بعد إيلول سبتمبر 2001 حول ما يرونه، موضحة أنها لم تسمع منذ ذلك الوقت ولا حتى بعد انتخاب دونالد ترامب الذي وقع على أمر تنفيذي يحضر الزائرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة في غضون أيام من توليه منصبه. كثيرا من أفراد المجتمع المسلم والعربي يقولون أنهم يشعرون بالعزلة بعد التعايش مع العواقب المدمرة للحرب على الإرهاب. يبدو أن دروس 11 من أيلول سبتمبر قد نسيت. وشددت روزينا علي على أن العديد من المسلمين في الولايات المتحدة يخشون اليوم من اندلاع أعمال عنف جديدة، وتم تقديم تقارير متفرقة إلى اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وورد في زيارات للمساجد أن نساء محجبات تعرضن للاعتداء في عدة مدن. إلى صحيفة العربي الجديد ونقرأ مقالا للكاتب أسامة أبو أرشيد يقول فيه: منذ انطلاق العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية حركة حماس العسكرية غير المسبوقة، بدا جليا أن الهدف ليس اجتثاث حماس وتدمير غزة وتهجير سكانها فحسب، بل إنه يتعدى ذلك إلى محاولة إلغاء إن لم يكن استئصال الأصوات المناصرة للحق الفلسطيني وتحديدا في الغرب. وكان لافتا حجم التواطؤ القميء والانحياز الصارخ في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك في الولايات المتحدة للسردية والموقف الإسرائيليين وممارستهم دور مسعر النيران بدل محاولة إطفائها أو على الأقل احتواء شررها المتطاير. تقمص الدور الغالب العام من الإعلام الغربي السائد الذي أسقط جل المعايير المهنية والاحترافية والأخلاقية التي كان يزعمها. منذ 7 أكتوبر
لم تتردد دول كثيرة في الغرب الليبرالي في الدوس على قيم صدعت رأس العالم بها. فجأة تحولت حرية التعبير المقدسة إلى حث على الكراهية، والحق في التجمع والتظاهر حظاً على العنف، مجرد أن يعلن شخص ما كائناً ما كان عرقه أو دينه أو موقعه أو خلفيته الفكرية أو السياسية، معارضته السردية الإسرائيلية وتعاطفه مع الفلسطينيين، يتحول مباشرة إلى هدف لهجوم شرس لا يتوقف عند حد التحليض الإعلامي والسياسي، بل قد يصل إلى الاستهداف الأمني، وينسحب الأمر على أي جهة أو مؤسسة أو منظمة، وهو أمر لم تسلم منه حتى الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش في الولايات المتحدة رعية إسرائيل الأول والأكبر. سقطت أقنعة أخلاقية كثيرة كانت تدعيها من حيث احترام حرية التعبير وحق التجمع وشرعية المعارضة، كما ذابت كثير من مساحيق التجميل التي كانت إدارة جو بايدن تحاول تحسين صورتها بها. في أمريكا اليوم يطرد الناس من وظائفهم لمجرد إبداء التعاطف مع ضحايا الإبادة من الفلسطينيين في قطاع غزة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. بلا جدران ننتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين، لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم النوادي والفرق بإبلاغ لاعبيها بعدم تداول أي عبارة تضامنية مع القضية الفلسطينية. وقال صحيفة الجارديان إن الاتحاد سيقوم باستشارة الشرطة إذا استخدم اللاعبون عبارة من النهر إلى البحر فيما يتعلق بالحرب في الأراضي المحتلة. وأثيرت المسألة على خلفية مشاركة النجم الإنجليزي لفريق ليستر سيتي حمزة تشودري عبارة من النهر إلى البحر تعبيرا عن دعمه للقضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أسابيع على قطاع غزة في حسابه على منصة إكس. ووجه الاتحاد النوادي بإبلاغ لاعبيها بعدم استعمال هذه العبارة مجددا في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بدعمهم للقضية الفلسطينية، وحذف نجم ليستر سيتي المنشور في حسابه، وقام بتوضيح عدة نقاط حول ما كان وتشير هذه العبارة يقصد بها إلى الأرض الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، غالبا ما تستخدم لدعم فلسطين. نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Thank you.
البيت المستهدف بشكل مباشر طبعا يصل المرضى منه، يصل الناس منه، عبارة عن أشلاء مقطعة ونادرا ما ينجو أحد. البيوت المجاورة تصل منها إصابات بليغة جدا. طبعا بداية التعامل مع الحالات، غالب الحالات بتكون مجهولة لأنه العائلات كلها مصابة، كلها متأثرة، وبعد هيك بيتم التعرف عليهم تدريجا بجهود محلية، بجهود الخدمة الاجتماعية الموجودة في المستشفى، أو مرات بنصور بننزل على صفحات التواصل، ومرات بيقعد المريض في العنايه المركزه يومين ثلاثه، في مرضى قاعدوا اسبوع كامل مش معروفين لحد ما يجوا الاهل او احد من طرف الاهل اقرباء الدرجه الثانيه يتعرفوا عليهم. هاني كيف حالك؟ كيف حالك يا هاني؟ صباح الخير. الدكتور محمد قنديل معك. قديش نسبه الحروق عنده؟ في حد معك من اهلك في المستشفى؟ طبعا في كل قصف يصل المستشفى حوالي 60 من 40 الى 60 مريض، 10 منهم يحتاج الى اسره عنايه مركزه او رفع عمليات، وهذا يشكل ضغط هائل على المستشفى. وفي غالب الاحيان في اخر اسبوع لا نجد للمريض جهاز تنفس صناعي ولا نجد له مكان في غرفه العمليات، فنضطر احيانا لعمل الاجراء الطبي الذي هو يحتاج الى غرفه عمليات واجراءه في غرف الطوارئ. طبعا بدون ادوات تعقيم، بدون تخدير كامل، بدون هذه التفاصيل. انا جاري جبته. ايش صار معك؟ ضرب الدار اللي حوالينا، واحنا كنا قاعدين عند الفران طاح سدنا، مرقنا في الدرج، جبنا وجينا نجري. بدنا نلف على المرضى نشوف مين بيقدر نوديه على الاوروبا للعنايات المركزه، عشان لانه في عندنا ضغط، وفي الاقصى في ضغط. عشان نحل شوية أزمة، ولأنه بنصل صفر بيد كل يوم. أسرة العناية المركزة في الوضع العادي في مستشفى ناصر كانت عبارة عن 12 سرير. طبعاً فعلنا خطة الطوارئ الأولى والثانية، وتوسعنا إلى حوالي 34 سرير. طبعاً ال 34 سرير مش كل الأسرة موجود عليها أجهزة تنفس صناعي. غطيناها بأجهزة تنفس صناعي قديمة، أجهزة تنفس صناعي كانت موجودة في المخازن. سخرنا كل الامكانيات المحليه، لكن رغم ذلك الاعداد المرضى اكبر من الطاقه الاستيعابيه للمستشفى، اكبر بمره ومرتين. السياسه المتبعه لقيت في علاج مرضى العنايه المركزه سياسه قاسيه، يعني المريض معطيه 24 ساعه بنحاول نفصل على الاجهزه مبكرا، بننزله على الاقسام سريعا. خيارات صعبه، فبنكون امام يعني اربع مرضى، مين منهم يعني في فريق طبي بقرر مين منهم ممكن يكون في عنده امل بالنجاه، النجاه الكامله طبعا. لو في اصابات بليغه في الدماغ او متوقع انه يدخل في بعدها في مرحله غيبوبه طويله، صراحه المريض يترك ليموت، يعني ليواجه مصيره للاسف. لكن الظرف الموجود ونقص الامكانيات تدفعنا لذلك. طبعا الاشياء هذه بيتم اخذ قرار جماعي فيها، ومع تغطيه قانونيه بسياسه مكتوبه من طرف الوزاره. نلقاكم باذن الله.